موقف إنساني جديد يسجله الأمين العام للمشروع العربية الشيخ خميس الخنجر باستجابته لمناشدة سيدة من محافظة ديالى مصابة بداء الفيل. اتعهد الشيخ الخنجر بعلاجها خارج البلاد على نفقته الخاصة. الشيخ الخنجر وجه فرق المشروع العربي في ديالى بنقلها إلى خارج العراق خلال اليومين المقبلين لتلقي العلاج في تركيا أو الهند بعد عجزها عن دفع مبالغ العلاج وبعد تخلي الجهات الحكومية عن الاستجابة لمناشداتها. يأتي تعهد الشيخ الخنجر بعلاج السيدة المصابة بعد مناشدات وجهتها للخيرين للتدخل لمساعدتها في مواجهة المرض الذي ألم بها منذ أكثر من 20 سنة. وتعاني السيدة خالدة محمود من داء الفيل الذي تسبب بورم كبير جدا في قدمها أعاق حركتها بشكل كامل، فضلا عن معاناتها بسبب سوء حالها المادي وعدم قدرتها على دفع مبالغ العلاج، إضافة إلى عدم وجود أي معيل لها ولشقيقتها. أول ما بدأ الورم من كف رجلي وصعد، قام يصعد. بال10 سنين قعدت بعد ما بي أختي شقيقتي تروح تجيب شنياص ونسوي مكانيس، هي تروح تبيحن بالخراز، تجيب لي الدواء وتجيب مسواق للبيت. الطماطات ما نقدر على حد الطماطات والبتياتات. احمد مظهر والشيخ خميس قنجر، ما حد استجاب دعائي غير بس هو، ما زار لا مسؤول ولا احد ولا كل احد. انا صايمه 12 يوم برمضان، وانا ورا صلاة المغرب اندعق اقول له سيدي يا مولاي اخذ امانتي، انا تعبت. الله يوفقه والله ينطي، وبعيد رمضان اندعي له الليل والنهار ينطي الى 20 قصر بالجنة. بعد أنا حتى قاطع الأمل، أنا قاطع الأمل من الدنيا قاطعته، لأن ما عندي، أنا مقطوعة ما عندي أحد، يتيمة من الأم والأب، وعندي بس أخ اندعم ومات وما عندي، عندي ابن أخويا هم عتقعد ويلا حاير بعائلته، ما عندي كل أحد.